بالتأكيد السيد الصدر فترة الاعتزال السياسي التي اتخذها على نفسه وعلى جماهيره هي أثبتت ولاء هذه الجماهير لهذا التيار، وبالتسمية التي أطلقها على التيار بالتيار الوطني الشيعي هي أيضا رسالة، وأنه طرح نفسه سبق وأن ذكرنا أنه بديل عن الطبقة السياسية الشيعية الحالية في السلطة. بالتأكيد هذه أول امتحان لهذه الطبقة، في حال تمت الموافقة وأقر هذا العيد سوف يظهر السيد الصدر قوته وهو حتى في خارج السلطة، وفي حال لم يقر هذا القانون سوف يظهرهم الطبقة السياسية الحالية وتحديد الإطار التنسيقي للمجتمع الشيعي أنهم ضعفاء وأنهم أنه آن استبدالهم، وأنه سوف يطرح نفسه بالتأكيد بديلا عنه. لذلك هذه الخطوات، وهناك وخطوات مدروسة هي من قبل التيار الصدري لإحراج السياسيين في السلطة حالية وخاصة البرلمان العراقي. طيب، هل اليوم يستشعر بالفعل الإطار التنسيقي بالخطر المحدق به إزاء تحركات الصدر؟ هناك من يقول لك سيد عادل بأنه توسيع القاعدة الجماهيرية للتيار قد تفضي إلى القضاء على طموح الإطار التنسيقي في البلاد. بالتأكيد الخطوات التي اتخذها الصدر خطوات مدروسة وتقلق منافسيه إذا ما أصح التعبير في الانتخابات القادمة وفي العملية السياسية في البلاد، وخاصة من المكون الشيعي باعتبار نفسه طرح نفسه فقط للمجتمع الشيعي ولم يكون هناك أي خلنا نقول تمدد أو مشاريع في المحافظات على المكونات الأخرى. بالتأكيد في هذه التجمعات وهذه الإعلان وهذه الخطوات هو يطرح نفسه بديلا، والآن هم حقيقة في حيرة من أمرهم ويعدون العدة بشأن قوانين الانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية، وبالتأكيد هناك لكل فعل رد فعل. الخطوات التي الآن يعدها التيار الصدري أيضا تواجهها خطوات من قبل منافسيه الحاليين في السلطة، أيهم سوف يكسب المجتمع وسوف يختاره في المرحلة القادمة.